وكم أطار طريقين على الأودي،
كان شيخاً نبي الخلق نوع خلقاً غارساً سنة عن سنة رسلي قد كان أحسن الأحوال كريماً ومن نوال ومن هند ومن زعفي قد كان كالدرع ممن أتاح به أباحهم حكمه في الشرع للغوالي قد كان من يفقه في علة الفضح يلقى السهابة لنا كان طاووسا وقيسا يستعان به نصف الحمير عدد ملحوم في عدد قد كان يصلح مخاك السسوم اذا اغنى عليه الذي اغنى على نبي قد كان ما يلقاه في كشف بارحه يلحى الغلول بلا افق ولا قد كان فاك كمرهون الكتاب ومكرون الحديث بلا سيد السند قد كان حائز ما للقوم قاطمة من الموادن والألغام والوجد قد كان أدرس في محوى ضرائبه فيما يربي بالضرائق كان لو شهد عن بداهته لنت مصارف على ذنبها علني قد كان ممن يرى التصريف يعجبه عن التكالم في مدارس الصمد قد كان وارى الله اعجب من ذا الحظيرة ليس الصفوة الصمد قد كان وحاصل الأمر قل ما شئت من شرف قد كان طارقا أو قد قد وقال وقديما كان ما يبقى يرجو زوائزه يلقاه في الدفع والإرشاد عن صدقه فلن ترى أبدا في المجتبى أحدا هذا اعتقاد يخلوني بالأحكام أعطتها له الثواب ولا يعبى بمجتهد أليس بالفاتق الأرتاق عن عدل أرتى ومنحجب بالحقد والحسد كم خاطر النفس كم أقامها هدفا لله لله من مقابل صمد كم كان له مدني وذي سلوك وذي جرب وكان مدني كم ذاكر شاكر بالله معتصم بالله مصطلب لله معتمد كم ذائق فائق بالله ذي وله لله مرتقب بالله مجتهد كم مالك زلق وصادق صدق والعاشق صائم بالله مشهد كم حافظ واعظ وشاهد مسجد وعاشق خلق بالله مهتدي بشرى لمستلق اليه عن مهل الجذب عن عدل والختم بالسعد فلن ترى ابدا ببابه احدا الا مرادا به الوصول للصمد الا الذي شرطه من مآثره لم تصل مستفى قدرا ولم يزد ما من مدى تشيخ قصد جائزه مدنيه تسلمني في ماله كقدير اني لها ما استعطفت جائزتي لكن فضلك أنا العيش في الرمل عند الجوائز عندي أن تفاجئنا
عليه السعق والجذب والسلوك والمري. حاشاك حاشاك أن يرجو حماك فتن سلم إلهي على حميم ما نجد العين والحكيم من عين ومن عمد. سلم إلهي على حميم ما نجد العين والحكيم من عين ومن عمد. سلم إلهي